عيط للعساس حبس الناس سد علينا الباب. باقي الناس لداخل؟ لا خرجوا الناس مشاو. كاين عيد المرأة لا والو، كاين عيد الحقرة. في المغرب كاين عيد الحقرة. عيد الحقرة اللي كاين. هاد السيد أنا راه درت معكم هاد اللايف راه غنجي ما غايخلصنيش، راه غنجي غايسدوا عليا الباب، راه ما غايخلصونيش. حنا خدامين مع هاد السيد مع سمو. دابا الشاف ديال ليكيب ولا حابس علينا الخلاص. خلص الخدامة اللي خدامين لداخل وحنا سد علينا الباب برا، قال لنا ما تدخلوش بلاتي. قلنا خليتي سالي مع الخدامة اللي كيتخلصوا ويخرجوا بحالهم وندخلوا حنا نتخلصوا. خلصتي الخدامة ديالك وسديتي علينا حنا في الباب، سديتي الإدارة ديالك وخرجتي غادي بحالاتك. شحال المدة ديال الاحتجاج ديالكم اللي دايرين؟ حنا من 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 الربعة ونص وحنا هنا مسدود علينا الباب لداخل. عيطتوا سميتو ما عيطتوش؟ ما عيطنا حتى لواحد، عيطت لكم نتوما صافي. قال لك ما كاينش فلوس دابا، وخا تفرقعوا ما كاينش فلوس دابا. راه فوق 20 وحده ولا اكثر، فوق 20 وحده ولا اكثر، راه كاينين معنا تدراري، كاينين معنا رجاله. ما بغاش يخلصنا، قال لك ما كاينش فلوس. شنو دابا كطالبوا نتوما؟ كنطالبوا برزقنا يخلصنا. ما يديكلاريش بك في لاكيس، ما يديكلاريش بك وما يخلصكش في الوقت، يبقى يجرجر فيك حتى ل 15 20. أيوا مول الكرا أنت كاري باش غتخلص الكرا؟ ما عندكش باش غتخلصو. إلا ما خلصتيش الكرا مول الدار غيلوح لك حوايجك. هاد السيد مسر به الشاف ديال ليكيب. الشاف ديال ليكيب هو اللي مسيرو. جينا سد قال لي سدوا الباب ما تخليهمش يهبطوا. شحال من وحدة كانت محتاجة؟ راه محتاجين فوق 20 وحدة ولا أكثر. راه معنا حتى الدراري. راك شتي الجوق اللي كانت واقفة هنا، راه كاملين واقفين لداخل. كاملين محبوسين لداخل. دابا هو دابا قال لهم سيروا حتى الثلاث ولا الاربعه وجيو تاخذوا راسكم. ثلاث غنجيو ما غنلقاوش. ثلاث ولا الاربعه غنجيو ما غنلقاوش. غنلقاو العساس في الباب غيقول لك ما تطلعوش، ما غيخلصناش. هاد السيد هادي هي خدمته، ما كيخلصش خدامه في اي بلاصه، حيت كان في بلاصه اخرى خدام وما خلصش خدامه وهزيتي المواكن بالليل وجيتي هربتي وشديتي هنا. الشركه ديال النقاش ديال الخياطه كتخيط جين، ما دايرين لا تسميه، ما مكتوبه حتى بلاكان. ما مديكلاري تقول بشي واحد، ديكلاراسيون تقول واحد مديكلاري بيه. تابعه للعماله ديال البرنوس؟ ما عرفتش، هذه تابعه واقيلا للعماله ديال البرنوس. جينا قلنا السيد حل علينا الباب، هذاك السيكيريتي قال لك لا ما نحلش الباب غتنوض الفوضى. عيط لي الاخر قال لي ما تسد عليهم الباب ما تحلش. واش حنا عرفنا حنا واش حنا في شركه ولا في عكاشه؟ هادشي اللي بغينا نعرفه. واش خدامين باغيين نتخلصوا ولا خدامين ما نتخلصوش؟ هادشي اللي بغينا نعرفه. كيما قال المثال كتوحل عما السربايه، مالي العرس ما تحوحلش معاهم، كول بيديك وبرجليك، مالي العرس ما تلقاش معاهم مشكل. هاد السيد راه ما غايخلصناش. بهذا المفهوم ما غايخلصناش. انا خدمت معاه سيمانه. فات خدمت معاهم وحبست. ملي جي عيطوا لي قال لك جيت خدمي، ملي جيت ملي بغيت نهضر مع على الثمن، ملي خدمت معاهم سيمانه وبغيت نهضر على الثمن قال لك لا. انا ميناج. وميناج راه وعر من ديك الخياطه. من رجعتي قسما بالله للشركه على قدا كنحرك راسي. الى الميكات حاشاك لقيت فيهم الزبل الدود خانز. الى الدود وعيطت لمرته قلت لها شوفي الدود. الميكه كحله الى بيضه بالدود. كوشه 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 عندي جوج. كوشه عامره حاشا وجهك ملي غيقل. خشاوها في الثقبات الكابينه وركوا على بعصا. لبس ميكه يدي حتى لهنا. انا كنجر في ديك الكوشه وهي كتجر لداخل. اللي ما جبت تما شقات النفس. في الاخر يقول لي يلا ندير لك 26 36 حتى ل 40 ما تخلصش دابا انا ما مخلصاش. كون مخلصه ما غنعيطش لك حتى نفسك نجيبك من 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 قرطه حنا وتجي تسمع الهضره من عند عباد الله. هذا عيد المراه وين في حسيتي بالحقره؟ حقره هذه راه فاتت الحقره اللي شتا تخدم مع الانسان وما يخلصكش. كون غير ما خلصش الخدامه الاخرين غنجيو غيقول لك ما حتى الاخرين ما مخلصينش غنمشيو بحالنا. تخلصتي هذوك اللي خدامين كيحرتوا في الماكن وحنا اللي وقفتينا ما بغيتيش تخلصنا. عيب عيب. تنطلب انا يخلصني ما بغيت منه والو. انا يعطيني عرزقي اللي كنتسالو. خدامه مع سيمانه يعطيني سيمانه ديالي محتاجه ليها. كل ما كنت محتاجه ما غنجيش نخدم. راه خرجت من الدار معطله كنشد طاكسي ب 15 درهم يديني. انا مني قراص مني خطر الراس ما عنديش اللي يرحمني. انا دابا مول الدار ما خلصش لي الكرا يلوح لي حوايجي في الزنقه. كنوجه نوجه نداء للباترون ديالي خدامه مع 7 ايام يعطيها ليا. انا خدامه بعرق كتافي
راه حوايجي حاجه كنمشي فيهم ريحتك هكا بالطواليط، ما يجيبوا لك لا جافي لا تيد باش تحك الطواليط، الا خانزه قسمت امي بالله. واش هذاك الشيء اللي خدام ما يتخلصش؟ قسمت امي بالله النهار اللي جيت نخدم الا حوايجي دخلوا فيهم ريحتك هكا. يا ما دخلت المحل عاد ولادي تسخنت الماء ودوشت وقلت لولدي وليدي جاب لي البيروار، جاب لي البيروار خرجتو، خرجت جيت للبيت عاد لبست حوايجي، حوايجي حاجه وجاك خانزين بك هكا. إلا جبت جافيل من داري وتيد من داري باش حكيت لي هو الطواليط. شكرا لك شكرا. هذا اليوم حسيتي بشي عيد ديال المرأة ولا تشوف؟ ما كاين لا عيد المرأة لا والو، كاين عيد الحقرة. في المغرب كاين عيد الحقرة. عيد الحقرة اللي كاين. هاد السيد أنا راه درت معكم هاد اللايف راه غنجي ما غيخلصنيش، راه غنجي غيسدوا عليا الباب، راه ما غيخلصونيش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.